مباشر جديد كونيكسيون هذه المره من منطقه عين ديال الدار البيضاء، حيث واحد العدد ديال الناس اللي سميناهم جنود الخفاء وشكرناهم وكنا دوينا عليهم وقلنا بانهم كانوا في الصفوف الاولى لمحاربه داء كورونا، هما اليوم كيتعرضوا للطرد. قال لك حتى وصل العواشر وحتى وصل بانهم غادي يكسيو وليداتهم ورمضان والمصروف ديال رمضان وتعرضوا للطرد التعسفي. هما 30 ديال الناس ما كاينينش هنا كلهم مجموعين، ولكن كاينين جوج ديال الناس اللي غادي يتكلموا عليهم. تفضل اخويا الاسم الكامل ديالك. السلام عليكم. نجاي عمر. انا خدام معاهم من 2000 من 98 وانا خدام في داك الكراج كندير سيزوني ديال النظافه. ديال النظافه. اها هاد الناس هادو ضربنا صافي بلا ما تجبدنا الوراق، ضربنا الموبلات في العنق فيهم كورونا كيهبطوهم، حنا كنطلعو نعقمو وكنعاود ما كنخافو لا من كورونا لا والو. كورونا ديال الله، داكشي اللي بغات تجي تجي. في الاخر ضربوا بينا قال لك سيروا وطيبوا راه غادي نحتاجو من غير العمارات. قلت لي كنتو كتخدمو بالليل؟ كنخدمو بالليل، كنعقمو، عندي تصاور، عندي فيديوهات، عندي كلشي. كتعقمو الاصدقاء؟ كنعقمو الاصدقاء، الولاد، الخوار، كلشي. كيهبطوا الحوايج ديال عباد الله في كورونا، كنهزو بلين دينا في الهليكات بلا والو، كنروحو في الكاميرا. لا ما خايفين لا من كورونا لا والو. دابا حد دابا قالوا لنا سيروا، كملتو الكونترا، الكونترا ديالكم كملات. شحال انتوما ديال الناس؟ 30 واحد. وملي بدات كورونا ريحوا الناس المرسمين ديالهم، ريحوهم، عطاهم كونجي باش حنايا خلاونا، حنايا اللي ما مرسمين ما والو خلاونا خدامين. دابا راه حبسونا هاد الاول في رمضان، حبسونا قالوا لكم سيروا بحال، قالوا لنا سيروا بحالاتكم، ما كايناش صافي حتى تحيدات كورونا. حنا راه ماشي خدامين في معمل شي ملاصق حتى شي، تفرجوا ما كاينش اللي غادي يشرب بس هاد المباراه. هاد امر الله، هاد المدير ديال امر الله هو ديال انفا، هو اللي داير البلباله، مخلى غير الشلوح بني عمو. لا ما تهضرش على الشلوح ولا لا، هذا على راسك، هذا على راسك. هما اللي مخليهم، والنص فينا حنايا مكتوب كل شيء، خلى النص وحيد النص. علاش؟ حنا اللي كنخدموا مع دابا عندك وليدات؟ عندي ثلاثات الوليدات اللي عندي ما خدام. دابا ما عندكش باش تصرف عليهم؟ ما عنديش باش نصرف، انا خارجه الزنقه كنطلب بها التوني، كنطلب بالتوني باش كنطلب، انا كنطلب بالتوني. دابا عايشين هنا كنطلب، انا الطوموبيل داز كنشير لها كيدور معايا الناس باش غادي نخلص الكرا، باش غادي ناكل هذوك الدراري، باش غنشري لي كوش، باش غنشري الحليب. شحال كنتي كتخلص اصلا؟ 48000 ريال. يعني ما كتوفر حتى شي؟ ما ديما شاتش لينا في غرام 48000 راه والو، راه ما غاتقدك حتى مع ماكله. الحليب خاصك لي كوش، خاصك قيامه. دابا راه حبسونا هاد الناس، حنا كنطالبوا بالحقوق ديالنا. على حنا ما عرفنا السبب، علاش السبب ديالنا؟ علاش نص فينا كان دخل معنا قد قد راه خدام والنص راه حبسوه؟ علاش؟ ما عرفتش علاش. كاينين شي نوع كيعطي 3000 درهم راه باقيين خدامين، كيعطيو 2000 درهم باقيين خدامين. بغيتي نسمي لك الشافات؟ لا بلاش، بلا ما تسمي. لا بلا ما تسمي. بغيتي نسميهم؟ لا بلا ما تسمي. خوف من الله، ما كنخافش من البشر، خوف من الله. تفضل اشريف، انت من الناس اللي مطرودين اللي توقفوا. انا من الناس كنا خدامين اسيدي معاهم دابا فيا العام ما عرفناش شنو السبب. دابا تطردونا وعندنا وليدات وجابونا دابا ترمضان هكا وقالوا لنا جو ريحوا. دابا وحنا 30 واحد اللي خدامين، 60 واحد باقيين، 30 خدامه و30 مريحه، ما عرفناش شنو السبب. حتى انتم خدمتوا في هذا الشيء؟ حتى تخدم في هذا الشيء ديال كورونا؟ حتى تخدم في هذا الشيء ديال كورونا؟ ما عرفناش. وعندنا وليدات، عندنا وليدات صغار. شنو كتطلبوا دابا نتوما؟ حنا كنطالبوا بالحقوق ديالنا، بغينا نرجعوا نخدموا. حنا ما تنديروا حتى شي حاجه اللي خايبه ولا شي حاجه، باغيين غير نخدموا على والدينا وعلى ولادنا. ما حتى شي حاجه، حنا ما بغيناش شي حاجه اللي من عندهم، عطونا شي حاجه اللي ديالنا اللي نخدموا عليها. بركه علينا، الله يجعل البركه. هادشي اذا كيف تابعتوا معنا اعزائنا مشاهدي ومتابعي قناه شوف تي في، هادو جوج من 30 ديال الناس اللي تم التوقيف ديالهم في الشركه اللي كتكلفه بالنظافه في مدينه الدار البيضاء وبالضبط بمنطقه انفا. كيطلبوا انهم يرجعوا يستأنفوا العمل ديالهم، لان كيف كيقولوا عندهم وليدات خاصهم باش يصرفوا عليهم. نتمنوا ان المسؤولين ديال هذه الشركه يكونوا وصلهم توصلهم هذه الرساله، وغادي نديروا رقم ديال المساعده. الناس اللي كيبغيو يساعدوهم يتصلوا بهم ويساعدوهم ماديا، ولا اللي يقدر يخدمهم في شي حاجه. راه كيف كتشوفوا راه هما مستعدين، باغيين غير يخدموا، ما كيطلبوش شي حاجه، كيطلبوا غير يخدموا.
إذا إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر، شكرا على تتبعكم، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم. ورقم ديالهم غادي تلقاهم في أول تعليق باسم شوف تيفي.